الله أكبر الله أكبر. هو الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء. ما كاينش شي واحد اللي عنده شي حاجه، اي واحد عنده حكمه ديالو، واي واحد عطى ربي واحد الحاجه اللي هي ديالو، واي واحد عنده مرض ما كاينش اللي ما مرضش. واخبث مرض هو مرض القلب. مرض القلب اخبث مرض. مرض الصحه ليس بمرض، هو ابتلاء، لكن مرض القلب هو كيكون عاصيك، هو المريض. اذا مرض الجسد فهو ابتلاء، أما مرض القلب فيه مضغة سوداء، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذه المضغة هي القلب. القلب اللي ما كانش متعلق بالله باش نعيشه؟ صح، كيش العيشة؟ هذا الشيء كنشوفه في العالم كامل. مناش مقلوب مرض القلوب. يعني قلت لك اللبن، واش قلت لك؟ قلت لك مقلوب، هذا هو المشكل. هذا الافتتاك في العائلة، والعائلة قالت راني تفرجتوا كل حاجه راهي مقلوبه، كاع مقلوب. نعم. حتى كاين حق الراجل اللي دخل بابه للسجن، ويدخل بابه للشرع، ويدخل يماه للشرع وشرقته. صح. اذا مرض القلب هذا هو من علامات الساعه، من علامات الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. حتى تلد الامل ورب الامه ربتها، يعني كيكون في قصر من القصور او منازل او منزل من المنازل، يكون المراه تعمل عند صاحب البيت، فيتزوج صاحب البيت من تلك المرأة. هكذا يعني تفسير من علامات الساعة، يعني حتى تلد الأمة ربتها أو ربها، فيتزوج صاحب البيت من الخادمة، فتنجب الخادمة أولادا وهي في الأصل خادمة، فيكبر الولد فينسب لأبيه، وتبقى الأم خادمة. فالأم ليس بمرتبة أن تعمل عند الابن، لكن هنا جاء في السياق أن في الأصل كانت فعل ماض، كانت خادمة، فتزوجت من صاحب القصر أو من صاحب المنزل، فأنجبت له ولي العهد أو الخليفة أو كذا أو كذا أو كذا، فلا زالت هي خادمة، والولد ينسب لأبيه، والبنت تنسب لأبيها، والأم لا زالت خادمة. يعني هذه علامة الساعة، علامة من كثرة السحر من علامة الساعة. هو الذي نرى اليوم أن الناس لا تخشى الله ولا تخاف الله، لا تخافش ربنا، بل أنها تريد أن تؤذيك، ليس في صحتك أو في مالك أو لا، تؤذيك في دينك. فالمشكل الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر. فالعين حق، والعين تتقوى بكثرة النظر، فالنظر سهم من سهام إبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم شيئا من رأى منكم من أخيه شيئا يعجبه فليبارك له. نحن في هذا الزمن أخي لا نقول الله مبارك، نحن يحسك قبل يبارك لك. طيب، فالحسد هو ثاني ذنب عصي به الرحمن. أول ذنب عصي به الرحمن هو الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكن في الأخير حسده. علاش حسد آدم إبليس؟ باش أمره باش يأكل من الشجرة، قال إنها شجرة الخلد. هذاك الحسد عليك النعمة ديال الجنة، فهمت؟ حسده على نعمة الجنة. أصل بني آدم ضعيف، فتوسوس وسوس الشيطان، وكلا من ديك الشجرة اللي أمر الله عز وجل باش ما يقرش لها، فعصى ربه، يعني فتاب إليه. يعني آدم عصى الله بأكل وشرب، أمر الله عليه. كما كنلاحظوا اليوم، الله نهينا على بزاف ديال المسائل، ومع ذلك حنا كنمشيو اليوم. نمشيو اليوم، صح. الله نهينا على بزاف ديال المسائل، ومع ذلك كنمشيو اليوم. والشيطان قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم شكون؟ المخلصين. إذا هل غواية وهل إخلاص؟ حنا كنقولوا الشيطان متغلبين عليه، وفي الأصل غاوينا، وكنقولوا الله يرزقنا الإخلاص، ولكن تابعين طريق الشيطان. الله يغفر لنا.